للحديث عن الاتهامات المتبادلة بإخضاع موارد الدولة لصالح حملات دعائية لمرشحين وأحزاب والعزوف الشعبي عن الانتخابات، معنا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. أهلا بك سيد حسين. يعني بداية، الأحزاب السياسية تتبادل الاتهامات بإخضاع موارد الدولة لصالح حملاتها الدعائية لمرشحيها. السؤال هنا، أين مفوضية الانتخابات من هذه الخروقات وأين ما قيل إنها مدونة السلوك الانتخابي؟ يتساءل عراقيون. تفضل. يعني اولا سبب هذا يعني التشاتم الشتام ما بين المرشحين هو سبب غياب المشروع الانتخابي للمرشح. اليوم المرشح لا يملك مشروعا انتخابيا، فقط يحمل اما مشروع تسقيط للمنافس واما يحمل اموال ليرشي الناخب لعله يصوت له. المفوضيه الانتخابيه كباقي المؤسسات بنيت على محاصصه، وبالتالي لكل حزب له عضو فيها، واسكت عني واسكت عنك، وهذه الامور هي معلومه منذ 2003 والى الان. فاذا العمليه هكذا تدار في العراق. سيد حسين، يعني رئيس الحكومه مصطفى الكاظمي يحذر من محاولات لشراء الاصوات عبر تعيينات وهميه او توزيع قطع اراضي، اليس هذا اعتراف ضمني انه لا تغيير ببرامج الحكومه القادمه وانه لا توجد اصلاحات ومعالجات للفقر والبطاله؟ بالتأكيد يعني عندما سيد الكاظمي يحذر من هذا، لأنه المرشحين بدأوا يوزعوا صكوك الوظيفة والأموال والوعود الفارغة، وهو يعلم لو أصبح رئيس وزراء لا يستطيع أن يفي بهذه الوعود وليس نائبا في البرلمان. لكن الناس بحاجة، والناس تصدق، بعض السدج يصدقون مثل هذه الوعود، وأراد أن يقطع الطريق، لكنه عاجز أن يقطع الطريق أمام آلاف المرشحين. يعني إضافة لأنه بعض المرشحين هم لديهم علاقات مع السلطة التنفيذية في المحافظات والحكومات المحلية، فضغطهم على هذه المؤسسات جعل الكاظمي اضطر أن يتكلم بهذا الكلام ليبين للناس أنه لا قيمة لهذا الأمر. نعم، إلى سؤال جديد الآن سيد حسين. يعني معهد واشنطن أكد أن غالبية العراقيين يتوقعون أن تؤدي الانتخابات إلى زيادة نفوذ الميليشيات. السؤال هنا، أين التغيير الذي تروج له الكتل السياسية؟ حقيقة لا تغيير في الانتخابات القادمة، ولا سيكون هناك يعني كما يتصورون زحفا جماهيريا. هذا الأمر لم يكون في هذه الانتخابات. التنافس ما بين الميليشيات وما بين التيار الصدري الذي هو أيضا جزء من الميليشيات، أما بقية المكونات، مكون الكردي يعلم أصواته ويعلم عددها ويعرف طبيعته، أما المكون السني فهو غائب فيه المشاريع، وسيكونون أتباع للكتل الأخرى بعد الفوز بعد الانتخابات، وهكذا يتنازلون عن حقوق المكون. وبنفس الوقت مقابل فتات يمنحوها لهم سواء وزارة أو شيء من هذا الأمر. وأعتقد أنه الميليشيات سيكون لها سطوة في هذه الانتخابات ويكون لها دور أكبر، وهذا هو مشروعها، أنه ما على شكل مراحل إلى أن تصل إلى رئاسة الوزراء ثم تهيمن كاملا على الحكومة ومؤسسات الدولة. إلى سؤال آخر الآن. يعني صحيفة ذا ناشونال الأمريكية تقول إن سكان الموصل فقدوا الأمل في أن مشاركتهم بالاقتراع ستساعدهم لانتشالهم من واقعهم المؤلم. السؤال الآن، هذا الأمل المفقود إلى أي مدى ساهمت الأحزاب السياسية بترسيخه؟ تفضل. لأن المدينة يعني منكوبة وبنيتها التحتية مهدمة، وقد وعدوهم في الانتخابات السابقة وكانت هذه الوعود حبرا على ورق. فبالتالي لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لا يمكن انه في كل انتخابات يسمع الوعود ومن ثم تذهب ادراج الرياح. فنتيجه تجارب سابقه اهل الموصل يعني يعيشون حاله من الاحباط والياس من نتائج الانتخابات ولا تغيير فيها، وهذا من حقهم، لانه منذ 2016 والى الان المدينه مهدمه ويسمعون فقط بالوعود ولا شيء على الارض. نعم، دعنا نذهب الى السؤال الاخير. حسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء الحالي كما تعلم يقول إنه ليس هناك نسبة معينة لتحديد شرعية الانتخابات. السؤال هنا، إلى أي مدى تفتح هذه التصريحات استباقا لإمكانية تمرير النتائج رغم العزوف الشعبي عن الانتخابات بشكل عام؟ يعني هو حسين الهنداوي يدرك أن هناك عزوف على الانتخابات، ولهذا سبق بهذا التصريح.
المشكلة أنه التزويد يعني إذا كانت نسبة المشاركة لا تسقطها ولكنها تضعف الشرعية، لكن أليس التزوير من يسقط الانتخابات؟ لماذا لا نتكلم هكذا؟ التزوير يسقط شرعية الانتخابات، مشاركة الميليشيات تسقط شرعية الانتخابات، المال الفاسد يسقط شرعية الانتخابات. ونسبة المشاركة هو يعني أعطى تصريح يعني مثل ما يقول استباقي، يدرك بأنه لن تكون هناك مشاركة من قبل الشعب العراقي، وبالتالي أراد أن يسقط الشرعية مسبقا على الانتخابات. الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.